احنا عملنا تيبل بروفايدر، بعد كده عملنا استراكشر بشكل كامل للتيبل بتاعنا، وكان معتمدين بشكل كامل على تيبل بروفايدر، والدنيا عندنا كانت شغاله زي الفل. هنعمل ايه الفيديو ده؟ ان شاء الله هنعمل تيبل رو بروفايدر، بحيث ان هو يبتدي يوفر لي البيانات بتاعتي اللي هي بتاعت الريكورد والرو اندكس، بحيث ان انا عندي دي موجوده لو عايز استخدمها بجيب الداتا منها، لو عايز اجيب الداتا بتاعت التيبل تبقى نفس الكونسيبت بتاعت التيبل بالظبط. فهنيجي كده عند البروفايدرز نعمل فايل جديد، او حتى ناخد ده كده كوبي بيست تيبل رو بروفايدر. اوكي ده نفس القصه، تيبل رو بروفايدر، سيف سيف. طب هنيجي هنا نقفل ده، مش محتاجينه. اقول له لا والله حضرتك انت مش هترجع لي ده، يعني كان على عيني بصراحه، بس هتيجي هنا ايه، هخلي دي كده تيبل رو بروفايدر دوت بروفايدر. شوف بس عمله امبورت ولا لا. تمام بروفايدر، جميل. هديله ده الكي، وهاجي اخد التيبل رو ده كده كله اهو، امسح لي دي كده كل ده كده ايه، تعرف الطول هنا. طيب التيبل رو بروفايدر الفاليو بتاعتي فيها حاجتين، الفاليو فيها الريكورد والرو اندكس، الرو اندكس والريكورد بتاعي. طيب فانا دلوقتي عندي في البوينت دي او في الحته ديت، ان انا بعد كده لو عايز بقى في الكولومز نفسها اللي جوه او جوه اي ريكورد، لو انا عايز اجيب داتا معينه مثلا زي تعالى برضه نعرف حاجه تانية، خلينا كده ايه نعمل تيبل رو فاليو، كونست تيبل رو فاليو بتساوي الكلام ده. تمام ممكن اجي اقول له ايه سيت ريكورد، دي عندي عباره عن دي عامله ميثود كده زياده اكسترا، حاجه لو عايز اعمل ابديت على طول للريكورد دوت، ابديت ريكورد. والله حضرتك لو عايز تحط لي ابديت للريكورد اقول له الريكورد دوت، او ممكن تخليها مثلا ابديت ريكورد. تمام طب دي هنعمل ابديت فيها ازاي؟ احنا كده كده هنا عندنا اقول له ابديت ريكورد تقريبا كان اسمها كده ميك شور. فاللي انا عايزه هنا اقول له ايه، ابديت ريكوردز، اديني الريكوردز كلها، هاجي اقول له الريكوردز اوف رو اندكس هيساوي الريكورد ده كده، انا اقول له ريتيرن الريكوردز ديت. فانا كده دلوقتي عملت ابديت ليا، لو انا عايز اعمل ابديت على طول بشكل مباشر للابديت ريكورد، فعندي الميثود بتاعت الايه الابديت ريكورد، هترجع لي او هتعمل ابديت على طول من غير ما ابعت الاندكس او كذا او كذا، لان انا خلصت على طول بتعرف ان الفايل دوت او الابديت ديت هتشتغل على الرو ده بس. طيب تعالى نتيست مثلا حاجه زي كده، تعالى مثلا حاجه مثلا الايديت، انا عندي الرو سوري الرو والريكورد والرو اندكس، ممكن دول كده ناخدهم كات شوف دي هتشتغل معانا هتظبط ولا لا. كونست سوي يوز تيبل رو، عايزين برضو نعرف واحد كده للهوكس، في ده في ده كوبي يوز تيبل رو use table row table row provider صح اللي فوق ده save use table row اعمل لي import. جميل هنجرب كده نشوف هتشتغل ولا هتضرب في وشين، اللي كانت في الايديت صح كده، تعالى نعمل ايديت هنا جميل جدا، ايديت هنا برضو شغاله زي الفل، ايديت برضو هنا شغاله عندي زي الفل. تعالى نتست مع اليوزرز مع الليزي فورم، ليزي فورم هنعمل ايديت هنا جميل، نعمل ايديت هنا جميل زي الفل. فانا دلوقتي كده خلاص الدنيا عندي بقت يعني اكستريملي فليكسيبل، ما بقتش محتاج ان انا كل شويه ابعت الداتا في كل حته لكل مكان. والله حضرتك عايز تستخدمها من الداتا اللي جايه لك هنا ممكن تستخدمها، او على طول ممكن تستخدمها بشكل مباشر من ال يعني لو انا هبعتها لك من هنا مفيش مشكله في الفورمات لكل سيل، يا اما ان انا هبعتها لك على طول لكل ريكورد بشكل كامل هستخدمها على طول عن طريق البروفايدر. فانت مضطر تعمل ابديت، تعال مثلا نعمل ابديت في حاله الايديت، ارجع ديت خليها فورم ابديت ريكوردز بدل ما اعملها بقى بالشكل ده، يعني انا دلوقتي خلاص انا مش محتاج ديت، فممكن انا اقول له ايه ابديت ريكورد، لان انا مش عايز اللفه دي كلها، انا بس عايز اقول له هنا ابديت ريكورد، اقول له ابديت ريكورد
بشكل مباشر على طول اديله ريكورد. شكرا، فريحت دماغي من اللفه دي. تعالى كده نبص نجربها كده، ان شاء الله الشغل ما تضربش في وشنا. لود لود، ماشي ده نيوبي 2، تعالى نخليه اي في. جميل جدا، تعالى نجرب ده كده. مور تيستنج 3، سيف زي الفل. رو اندكس از اساين، ده في الايديت. فين الايديت للرو اندكس؟ الرو اندكس مش محتاج رو اندكس. فانا خلاص دلوقتي ايه، بتبدل نفسي اوبشنز كتير، اوبشنز زياده، مور فليكسبل. الكود عندي بقى منظم بشكل كبير. لو جينا بصينا على فايل التيبل دلوقتي شكله بعمل ازاي، عباره عن 30 سطر صغير ما فيش فيهم اي حاجه. الايديت عندي ممكن تكون زادت شويه، بس ادت لي فلكسبيليتي بشكل كبير عن انا كنت مقيد نفسي ان انا اقعد ابعت اكشنز واعمل تشيك ومش عارف ايه والكلام ده كله. فكده دلوقتي بقت الدنيا عندي اسهل بكتير، وبقت مور كنترولبل عن الاول.